ايه اللي حصل؟ مفيش. اللي حصل وقتها كان لازم يحصل. وقتها عرفت ان كل ثانية معاهم هتبقى أصعب من اللي قبلها، وان لو اللي أنا فيه دلوقتي صعب فبعد 10 دقايق هيبقى مستحيل. كان لازم أهرب، كان لازم أحاول دلوقتي قبل ما أدخل معاهم جوه. هنا على الأقل في ناس شايفانا، هنا ممكن يبقى في فرصة تخليني أدوب وسط الزحمة واختفي، وحتى لو مت هنا مش هتعذب كتير، يعني اديتها رصاصة ولا رصاصتين واخلص واسيب الدنيا. لما هناك هتمنى الموت ومش هطوله. كان لازم احاول. وهربت؟ اختفيت في الضلمة، الضلمة حضنتني وخبتني. بعد شوية الضلمة بقت بيتي وحياتي، بقت الملاذ. حبيبي امسكي تاكلياش. ها الو الو، مين معايا؟ حبيبي خلي بالك من الولاد. دي اوجه انت فين؟ المقدم علي نور الدين كان في اجازه من اسبوع، وزي ما حضراتكم عارفين الجريمه تمت امبارح بالليل. كل التحريات اللي اتعملت والمعلومات اللي جات لنا بتقول ان المقدم علي نور الدين ما كانش ليه اي اعداء،
يعني الموضوع غالبا مش شخصي. خاطر معايا ما تقلقش، الفيلم لسه بادئ، كنا شغالين على نت. ايه هو قال لي ايه؟ وحز منه تقتل وسط ولاده. يا ريت يبقى عندك احساس بالمسؤوليه وتحاول تتصرف بجديه شويه. خليك في حالك يا باشا، فكك مني بقى بدل ما انت عايش تضرب لفاهيته كده. بس وائل عمال يقول لي ان صح وما يصحش واعمل لي فيها مش عارف ايه، هو اصلا راسم انه متاثر. لكن بقى في الحقيقه انا اللي متضايق، انما انت حته حلوفه. تقرير الطبيب الشرعي افاد ان الوفاه كانت نتيجه نزيف حاد بسبب الاعتداء على المقدم نور الدين بآلة حادة. وده تقريبا هو نفس التقرير اللي جالنا عن الكريمتين اللي حصلوا الشهر اللي فات، واللي راح ضحيتهم المقدم صلاح عبد الحي والرائد عبد الحميد البشوتي. ماتوا بنفس الطريقه وبنفس السلاح وبنفس الملابسات ونفس المهنه، كلهم ظباط. احنا كنا معتقدين كده سعادتك في الاول، لحد لما المباحث بعتت لنا التقرير بتاع الدكتور النجيري دكتور المخ والاعصاب، مات بنفس السلاح وبنفس الطريقه. وده ليه علاقه بالظباط اللي ماتوا؟ احنا مش هنقدر نقول كده سعادتك، لان الظباط الثلاثه اللي اتقتلوا من عندنا كل واحد فيهم من اداره مختلفه، والدكتور شريف النجيري ملوش اي صله بظباط. استمر في التحريات وهتوصل لحاجه ان شاء الله سعادتك. طب احنا وصلنا لايه لغايه دلوقتي؟ والله سعادتك ما نقدرش نقول ان احنا وصلنا لحاجه، بس دكاتره الطب الشرعي وصلوا لتفصيله مهمه جدا ممكن تخلينا نضيق دايره البحث. القاتل اشول، وده واضح من عمق الجرح وزاويته والوضع اللي لاقين عليه الجثث الثلاثه. وفي اي مشتبه فيهم؟ والله سعادتك احنا عندنا ثلاثه مشتبه فيهم. المشتبه الاولاني سيد النمر، بلطجي وهربان بقاله 3 سنين وبيسيطر على مجموعه من العصابات الاجراميه، وانا اعتقد انه عنده دافع انه يقوم بالجرائم دي، لان في خلافات بينه وبين قيادات امنيه، ده غير ان في عمليه بحث اتنفذت قريب وكانت على وشك القبض عليه وكانت بقياده الرائد عبد الحميد البشوتي، فانا اعتقد ان هو بينتقم. المشتبه الثاني سعادتك هو احمد العراقي، ده امير تنظيم جيش الجهاد، والتنظيم ده بالفعل قام باغتيالات لست ضباط في سيناء. المشتبه الثالث بقى هو ناجي الخليلي. ناجي الخليلي مجرم من اصول عربيه متعدد الجنسيات، والانتربول امر بالقبض عليه من 5 سنين، وهو رئيس عصابه دوليه بتتاجر في المخدرات والدعاره وخطف البنات من روسيا والاتجار فيهم. اوبا حلو ده، ركز انا مع الراجل ده بقى. ناجي وصل مصر من سنتين واتقبض عليه، وحاول ان هو يفاوض على معلومات عنده خاصه بقضيه ليها علاقه بالجماعات ارهابيه هو كان بيبيع لها سلاح، وطلب ان احنا نفرج عنه ويشتغل في سيناء، وطبعا طلبه قوبل بالرفض. ناجي هو يعتبر المشتبه الرئيسي في القضيه دي، وده لان في جهه سياديه مصريه طلبت معاونته في عمليه امنيه في اوروبا، واعتقد كده ان كان في وعد بحاجات تتقدم له، واعتقد برضو ان الوعد ده ما تنفذ، وده اللي ممكن يخليه ينتقم. عندنا اي تفاصيل لحد ليه بيصله في مصر؟ ان شاء الله سعادتك في خلال ال 24 ساعه الجايين نكون وصلنا لكل الناس اللي هو اشتغل معاهم وليه صله بيهم. طيب انا مش عايز اي كلمه من اللي قلناها تتسرب للاعلام، مش عايز اي حد يربط بين الجرائم دي باي شكل من الاشكال. البلد مش ناقصه اشاعات وانفلات امني، عشان نحمي نفسنا فعلا من المشاكل دي لازم نوصل للجاني الحقيقي في اسرع وقت. انت عليك شغل كتير ومسؤوليه كبيره، يعني لو اي جريمه تانية حصلت او اي ضابط اتعرض للقتل هيبقى جزء كبير من المسؤوليه واقع علينا احنا، لأننا ما عرفناش نقبض على الحيوان اللي ارتكب الجرائم دي. اسكت اسكت. بعد اذن سعادتك يا فندم. اتفضل. استغفر الله العظيم. حذرت والله. انا بعد اذن سعادتك عملت شويه تحريات كده ووصلت النظرية ليها علاقه بمجموعه الجرائم اللي تمت. اعتقد انها ممكن تساعدنا جدا اننا نوصل للجاني الحقيقي. وساكت ليه من الصبح؟ ما تتكلم. سعادتك انا عملت دراسه عن مجموعه الجرائم اللي حصلت خلال ال3 سنين اللي فاتوا تقريبا. طب يا ابني مش عرفنا نفسك الاول؟ انا اسف جدا يا فندم. نقيب طارق فيصل. طارق فيصل؟ طارق فيصل غلاب؟ ايوه سعادتك. قول يا طارق كمل. زي ما قلت لسعادتك يا فندم هي نظريه كده وانا اطلعت سياده العميد جلال عليها. وقلنا ان الكلام ده مش سليم وقفلنا النقاش تماما. معلش يا جلال خلينا نسمعه. احنا في احتياج لاي حاجه تنهلنا الكابوس ده. بعدين يا اخي مش بقولك اسمعوا الشباب، ادوا فرصه للشباب. اتفضل يا شباب. متشكر يا فندم. من 3 سنين تقريبا تم القبض على تنظيم ارهابي كان ناوي يعمل تفجيرات في اماكن حساسه في البلد. بعد التحقيق مع امير الجماعه ثبت ان الجماعه دي كانت بتتعامل مع راجل شغال مع المافيا من اصل مصري، محدش كان عارف اسمه، عشان كده اطلقوا عليه اسم حركي. كل التحريات والعمليه اللي تمت عشان القبض عليه اتسمت باسمه الصياد.